يقول: ما صحة حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي لانتظر 40؟ حديث صحيح، لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه أو بينه وبين سترته إلا إذا كان يصلي خلف إمام، فسترة الإمام سترة لمن وراءه، أو كان في المسجد الحرام الزحام الشديد فلا يستطيع أن يمنع المارة، والمارة لا يستطيعون أن يتوقفوا أيضا، هذا ضرورة لا بأس بذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.